بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأكرمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أشرف بأن أكون معكم في هذه الحلقة الجديدة، وهي حلقة تتناول أيضا استراتيجية جديدة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكذلك أيضا تتناول درسا جديدا، يعني يهدف هذا الدرس إلى موضوع أعتقد أنه يعني يمثل صعوبة بالنسبة لمعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها، وهو تدريس المشاعر. كيف أدرس المشاعر للطلاب؟ كيف أعرض عليهم حالات الانفعالات أو المشاعر الخاصة، الحزن، السعادة، الفرح، الغضب، الحب، كل هذه المفردات من الممكن أن أدرسها، ولكن عن طريق قصة مثلا أو عن طريق مشاهد فيديو أو عن طريق الأمنيات. يعني هناك كثير من الطرق التي أستطيع أن أوصل لهم هذه المفردات لكي يفهموها دون ترجمة. فأحيانا يعني يستسهل المعلم ويعرض المفردة وترجمته، لا، يعني دائما حاول أن تجعل الطالب يعني في حال التخمين من خلال السياق. وكذلك أيضا بالنسبة للمشاعر، الجانب الأدائي التمثيلي من الممكن أن تقوم أنت به وتعرضه بشكل أو بآخر. يعني الغضب، هناك ملامح للوجه تستطيع أن تستخدمها، كذلك الإيموجي الخاصة بالغضب من الممكن أن يعني تتخذها وسيلة للتعريف بالمفردة، كذلك السياق. وإذا كانت هذه المشاعر تدرس عن طريق قصة مثلا، فأنت تستطيع أن تستغل سياق القصة في عرض المفردة وإظهارها وتسليط الضوء عليها. دائما هناك فرق بين معرفة المفردة أو التعرف على المفردة كلفظ وبين اكتساب المفردة. اكتساب المفردة هو أن توظف المفردات في سياق يستطيع الطالب بعد ذلك أن يتناوله في إنتاج لغوي، يعني أن ينتج مستخدما المفردة التي اكتسبها جملة، هذه الجملة بها المفردة التي خمنها أو استنتج هذه المفردة، واستطاع من خلالها أن ينتج لنا مجموعة من الجمل المختلفة. إذا أنت هدفك كمعلم أن تجعله يخمن ويستنتج ويحلل السياق، ويستطيع أن يضع يده على المفردة الجديدة التي اكتسبها وتعرف عليها، وأيضا يوظفها في جمل من إنشائه أو من تعبيره، وبالتالي تستطيع أن تقول أن هذا الطالب قد اكتسب المفردة واستطاع أن يوظفها. أما كونه يعرفها أو يعرف معناها فهذا لا يطلق عليه أبدا اكتساب، وإنما هو معرفة، لكن لا يستطيع أن يوظف هذه المفردة في جملة، ولا يستطيع أن يوظف هذه المفردة في سياق. لذلك درسنا اليوم يعتمد على التوظيف الخاص بمفردات المشاعر. ويعني عندما نرى الدرس بإذن الله تعالى ونشاهده، سنجد أن
استغلال القصة وتوظيفها في التعريف ببعض المفردات التي تعبر عن المشاعر أمر غاية في الأهمية. فإذا أردت أن تستخدم قصة معبرة وأيضا موحية بهذه المشاعر، هذه الانفعالات تتضمن وتشمل مجموعة من المفردات التي تجعل الطالب الناطق بغير العربية يستطيع أن يعني ينتج جملا بها هذه المفردة التي تعلمها واكتسبها. طيب نرى الآن يعني هذا الدرس. كما نشاهد أن القصة بعنوان المشاعر وهي تناسب المستوى الأول والأعمار من 6 إلى 15، ونبدأ أولا بعرض هذه الإيموشن أو الإيموجي الواضحة التي تعبر عن يعني تعبر هذه عن انفعالات أو تعبر عن مشاعر مختلفة. يعني نجد مثلا السعادة، الحزن، الضحك، البكاء، القبلة، يعني هناك أكثر من حقيقة، يعني أكثر من تعبير من الخجل. ونبدأ بأسئلة تمهيدية. هذه الأسئلة التمهيدية: هل أنت سعيد أو هل أنت سعيدة؟ ماذا تفعلين لتشعري بالسعادة؟ هل تحبين اللعب مع الأصدقاء؟ ما اسم صديقتك؟ لو قالت لك أمك لا تلعبي مع صديقتك ماذا ستشعرين؟ أنا أرسلت لك قبلة مثل هذا الوجه، ما شعورك؟ يعني هذه الأسئلة تبدأ توجيهها المعلمة للطالبة حتى يعني تتعرف على معنى المشاعر أو الانفعالات الخاصة كمفردات. ثم نستمع إلى القصة. المشاعر. أبي لديه مشاعر للعديد من الأشياء. أنا أشعر بالسعادة عندما تحكي لنا جدتي القصص كل ليلة. أنا أشعر بالطيش عندما ألعب مع أصدقائي. أنا أشعر بالانزعاج عندما يقول أبي أنه لا يملك المال. أنا أشعر بالحب عندما تعانقني. هنا استخدمت المعلمة في القصة التي استمعنا إليها، استخدمت نمط لغوي: أنا أشعر، أنا أشعر، أنا أشعر بالغضب، أنا أشعر بالسعادة، أنا أشعر بالانزعاج، أنا أشعر بالحزن، أنا أشعر بالفرح، وهكذا. إذن أنت تدرب الطالب على النمط اللغوي الذي سيكرره باستخدام المفردة التي اكتسبها، ومن خلال هذه المفردة يستطيع هو أن ينتج الكثير من هذه الأنماط اللغوية، وبالتالي في عملية التعبير أو من خلال مهارة المحادثة عندما يقول أنا أشعر بالخجل، أنا أشعر بالغضب، أنا أشعر
بالحب، أنا أشعر بالفرح. كل هذه المشاعر هو استطاع أن يعبر عنها من خلال النمط اللغوي، أنا أشعر أو أنا لا أشعر، أنا أشعر أو أنا لا أشعر. كذلك أيضا هناك أنماط لغوية لابد أن ندرب الطلاب الناطقين بغير العربية عليها. أنا أحب، أنا لا أحب، أنا أحب القهوة، أنا لا أحب الشاي، أنا أحب الفطائر، أنا لا أحب العسل، وهكذا. يعني تبدأ عملية التعريف بالنمط اللغوي وجعل الطالب يعني يوظف هذا النمط اللغوي باستخدام المفردة التي اكتسبها، التي اكتسبها. يعني هناك فرق حددناه بين الاكتساب والمعرفة، فنحن نريد أن يوظف المفردة المكتسبة وليست المفردة المعروفة، يعني أن يعبر عن مفردة قد اكتسبها. وبعد الاستماع إلى القصة نجد هنا مجموعة من الجمل من خلال الصورة التي يراها الطالب يتعرف على المفردة. قلبي لديه مشاعر للعديد من الأشياء. نلاحظ هنا أن هذه الصورة بها هذه الفتاة التي تضع يدها على قلبها، وبالتالي هي تقول قلبي لديه مشاعر للعديد من الأشياء. يعني ربطت ما بين مفردة المشاعر والقلب، أن المشاعر موطنها القلب. وهذا هذا الأداء وهذه الحركة الأدائية هنا يستطيع المعلم أيضا أن يربط بين كلمة وأخرى، بين المشاعر وموطنها أو موقعها، فهي في القلب. قلبي لديه مشاعر للعديد من الأشياء. ثم يعني نرى نفس الصورة هنا، ماذا يوجد في قلبنا؟ طبعا هذا السؤال الغرض منه أن نؤكد ونتأكد أن الطالب قد تعرف على الحركة الأدائية وربطها بالمعنى. مشاعر عديدة، ماذا يوجد في قلبنا؟ مشاعر عديدة. ثم الصورة الثانية التي من خلالها أيضا يحاول المعلم أن يصل إلى الطالب بمعرفة مجموعة من المشاعر من خلال الصور والأداءات الحركية. أنا أشعر بالسعادة عندما تحكي لنا جدتي القصص كل ليلة. هنا نلاحظ أن الجدة في بيتها والأطفال يتحلقون حولها للاستماع إلى الحكايات، وهنا يبدو على ملامح الأطفال أنهم في حالة سعادة، وبالتالي سيخمن الطالب الأجنبي أن كلمة السعادة هنا، كلمة السعادة تعني الفرح السرور كما يرى في الصورة وكما تجسدها الحالة التي عليها الأطفال وهم يتحلقون حول الجدة ليستمعوا إلى القصص التي تحكيها لهم كل ليلة. أيضا ماذا هنا يعني نحاول أن يعني نستفيد من الصورة للتعرف أيضا على مفردات جديدة. ماذا تفعل الجدة؟ ما شعور البنت عندما سمعت القصة؟ ما شعورك أنت؟ هذه أسئلة أيضا لتنمية مهارة المحادثة مع التعرف على مفردات جديدة. يعني ما شعور البنت هنا عندما سمعت القصة؟ طبعا شعورها سعيدة. وما شعورك أنت؟ أيضا أنا سعيد. كما نلاحظ أن المعلمة وضعت الإيموجي
يعبر عن السعادة، أو الرمز الذي يعبر عن السعادة، أو أيقونة السعادة التي نستخدمها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع التي بها هذه الأيقونات أو الإيموجي التي تعبر عن شعور ما أو حالة نفسية ما. أنا أشعر بالطيش عندما ألعب مع أصدقائي، كما نرى أيضا الإيموجي تغير، والحركات التي تقوم بها الفتاة أو تقوم بها الفتاتان اللتان في الصورة هنا تعبر عن طيشهما، فهم يعني يضحكون ويلعبون ويتبادلون في الهزل. ولكن الصورة أيضا تعبر عن الطيش أو تعبر عن عدم الاهتمام، عدم الاكتراث. فأنا أشعر بالطيش عندما ألعب مع أصدقائي. هذه هي الجملة المعبرة عن الصورة، أنا أشعر بالطيش عندما ألعب مع أصدقائي. ثم يعني نحاول أن نشارك الطلاب أيضا في عملية الأسئلة والمحادثة. كيف شعور البنت، أو كيف كان شعور البنت عندما تلعب مع أصدقائها؟ طبعا هل هو شعور الطيش؟ وما معنى الطيش هنا؟ من الممكن أن نعرفه أنه تصرف، لا تصرف تلقائي يعبر عن السعادة أو الفرح دون تفكير، يعني التعبير تعبيرات تلقائية. وما شعورك أنت؟ أيضا هذا السؤال الغرض منه تنمية مهارة المحادثة حتى أجعل الطالب يتحدث معي. ما شعورك أنت؟ أقول له عندما شاهدت هذه الصورة، الفتاتان يعني تلعبان و يشعران بالطيش، والطيش هو الفرح دون تفكير. صورة أخرى أيضا تعبر عن حالة أو عن شعور آخر من الممكن أن يشعر الإنسان. أنا أشعر بالانزعاج عندما يقول أبي أنه لا يملك مال. أنا أشعر بالانزعاج عندما يقول أبي أنه لا يملك المال. طيب هذه الصورة يعني توضح هنا فتاة صغيرة تريد أن تأخذ بعض المال من أبيها، لكن أبيها يعني هنا نجده يمسك محفظة، وهذه المحفظة ليس بها مال، وبالتالي فهي تشعر بالانزعاج عندما يقول الأب أنه لا يملك المال. وصورة الوجه الحزين هذا هو الصورة المعبرة عن حالة الانزعاج وحالة الضيق. فالانزعاج هنا يمثل الضيق. كيف شعرت البنت عندما قال لها والدها ليس عندي مال؟ وما شعورك أنت؟ هذا سؤال يؤكد عملية الممارسة اللغوية بينك وبين الطلاب. أنا أشعر بالحب عندما تعانقني أمي. أنا أشعر بالحب عندما تعانقني أمي. طبعا هنا تعانقني يعني تحضنني، وهذه الصورة عندما الأم تحتضن ابنتها، الرمز هنا هذا الرمز الذي يحتضن القلب بهذه الطريقة. ونحن نعلم أن هذه الإيموجي من الممكن أن نستغلها أفضل استغلال في عملية تعليم المشاعر للناطقين بغير العربية. نستطيع كمعلمين أن يعني نستفيد من هذه الإيموجي التي بسهولة يتعرف عليها الناطق بغير العربية ويدرك المعنى المراد من ورائه. ما شعور البنت عندما عانقتها والدتها؟ وما شعرت؟
ثم نأتي للمفردات الجديدة. يعني نأتي للمفردات، نحن نعلم أن مفردات المعنوية تعد من يعني الأمور الأصعب من المفردات الحسية الملموسة. يعني عندما تدرس للطالب مثلا كلمة كرة، فمن الممكن أن تأتي بالكرة، كلمة قلم تأتي بالقلم، هاتف معك الهاتف، ولكن السعادة هذه مفردة تحتاج إلى توضيح أكثر لأنها مفردة معنوية، يعني لا نستطيع أن نحضر السعادة ونقول له هذه السعادة، أو الانزعاج أو العناق أو الحب أو الطيش أو الحزن، كل هذه التعبيرات وضعنا لها صور من الأيقونات المعبرة عن أو الرموز المعبرة عن المفردة حتى يتدرب عليها الطالب وينتج كما ذكرنا في بداية المحاضرة، ينتج لنا مجموعة من الجمل باستخدام النمط اللغوي أنا أشعر به، أنا أشعر بالسعادة، أنا أشعر بالغضب، أنا أشعر بالانزعاج، أنا أشعر بالحب، وهكذا. ثم وضعت أيضا المعلمة مجموعة من الصور، ولكن أرادت أن تتأكد من معرفة الطالب فصل المشاعر بالصورة المناسبة، يعني أشعر به هنا وهكذا. يعني في نهاية المحاضرة وكما رأينا خلال الجزء الأول من الدرس أن المعلمة وضعت مجموعة من الرموز المعبرة عن المشاعر، وهذه الرموز ساعدت الطلاب على معرفة المفردات، وأيضا وضعت نمط لغوي من خلال القصة التي استخدمتها في البداية. هذه القصة طبعا مهم جدا أن نبدأ بقصة أو نبدأ بشودة أو أغنية حتى تسهل الأمر في معرفة وتخمين المفردات الجديدة من خلال سياق لغوي المفترض أنه سيساعد الطالب في اكتساب المفردة، وهذا هو ما يهم المعلم وأيضا يضيف إلى الطالب. أشكركم شكرا جزيلا، ونلقاكم بإذن الله على خير في حلقة قادمة من تجارب تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها. السلام عليكم.